واحد يقول انا عاشق الرهبان وانا في اخر مرحلة جماعية، بلاش كلمة عاشق ارجوك، استخدم اسلوب رهباني، قول انا احب الرهبان. ايه اللي عاشق لي؟ ولكن ما هي افضل وسيلة للتعامل مع الناس حتى لا يحدث لدي فتور فكري؟ وهل ابعد عنهم ام اتوسط؟ وكيف احافظ؟ على مش عارف على ايه وانا مين. لا، ما هو بعدك على الناس، على الناس مش رهبان. الراهب الحقيقي يحب ربنا ويحب الناس، لكن من محبته لربنا بيقضي غالبية الوقت مع ربنا، لكن مش معناها انه يبعد عن الناس وما يحبش الناس. لا، ما نقدرش نقول الكلام، والا لو راح في الدير ما هيلاقي في الدير ناس رهبان وضيوف، هل ما يحبهمش كلهم ويعتذر عنهم؟ الراهب مفروض يكون انسان بيحب الله ويحب الناس، ولكن من محبته لله بيخلي غالبية وقته لله، لكن اذا جه في وقت من الاوقات والناس احتاجوا يبذل نفسه من اجلهم.